احنا في شاشة الكاش بوكس مثل ما شفنا امبارح هنعمل اضافة، هنختار الصندوق، بعد ما نحدد الصندوق نعمل سيف. هذه أول شيء إننا نضيف الصندوق فوق على الهيدر ونعمل سيف للحركة. ممكن أول نتابع مع بعض بعدين كل واحد إذا حب يدخل داتا لوحده بعدين نعمل ستوب. نحدد المحصل، العملية اتفقنا امبارح إنه عندنا انتر كاستمر بيمنت، العميل اللي حندفع له، طبعا هنا في بحث تعلمنا احنا كيف نقوم بالبحث. خلينا نقول بدنا نبحث عن نخبة المجتمع، فبنعمل سيرش بنقول نعمل علامة في المية على الاسم نخبة في الشرطة اسماء العملاء انجلش كلهم؟ نعم؟ في الشرطة في اكونت اسماء العملاء انجلش؟ لا عربي. بنعمل سيرش بالانجلش؟ لا عربي، عربي. إذا في انجليزي بتقدر تعمل سيرش بالانجليزي. نخبة المجتمع جاب لي حسابين، فأنا بدي أشتغل على حساب هذا. أوكي. المبلغ 444 ريال. بعمل سيف. عندي خيارين الآن، إما إني بدي أربط المبلغ هذا بفاتورة أو ما بدي أربطه بفاتورة. بنفترض إني بدي أربطه بفاتورة، بعمل رايت كليك ماتش بيمنت، مباشرة السيستم بيطلع لي كل الدفعات اللي غير مربوطة أو الفواتير اللي غير معمول عليها ربط. الفواتير اللي غير معمول عليها ربط مع دفعات، أو الدفعات اللي غير معمول عليها ربط مع فواتير. الليست اللي ظاهرة هذه بتقدر ترتبها، تقدر ترتبها كيف ما بدك انت. يعني هي بتظهر اوتوماتيك من السيستم الديفولت بتاعها، بترتبها من بتترتب حسب لا بتترتب حسب نوع السيريز، كاستمر بيمنت اون اكاونت. هذول عندنا دفعات مقدمه من العملاء، هذه سي ار هي عباره عن الفواتير كريدت مرتجعات يعني. لا مو في عندك السي ار مرتجعات والسي دي هي الفواتير. السي دي الفواتير بدي اعطيك اياها سما خلاص. هذا اي فيلم؟ هذا خبر رياض. مش هنقول الفواتير بتاخد دي ام، الفواتير سي دي بتاخد سي دي. ايوه اختصار تبع الفواتير. في حركه مدينه لابد دي حركه مدينه بتاخد سي ار اللي هي المرتجعات او دي حركه دايما المرتجعات. الحركه المدينه هي سي دي كاستمر ديبت. ايوه كاستمر ديبت. وال ال بي ان حنجي له هذه، اصبر علينا بس. حددنا نحن الفاتوره اللي حنخصم منها المبلغ، قلنا هذه الفاتوره هي اللي حندفع منها المبلغ مثلا. عملنا اوكي. اول ما بنعمل اوكي بيجيب لي المبلغ الفاتوره كامل، لان السيستم بيفترض انه انت ممكن الدفعه هذه توزعها على اكثر من فاتوره او تجزئها من اكثر من فاتوره. يعني انا ممكن احدد الان، خلينا نعمل ريموف للسطر مره ثانيه. الريموف بضغط على ريموف بعدين بعمل سيف، حذفه برجع بعد ما سلكت باتش. لنفترض انا الدفعه هذه بدي اوزعها على فاتورتين، عندي الفاتوره هذه والفاتوره هذه، بضغط على كنترول مشان احدد اكثر من سطر. اذا بدي احدد اسطر ورا بعضها مثل كالعاده بضغط على شيفت بحدد لي الكل مع بعض، يعني بضغط على شيفت وبعدين بحط الماوس. هلا انا بدي اضغط على كنترول بدي اقول من هالفاتوره ومن هالفاتوره بدي اوزع الدفعه، فبيجيب لي هنا الفاتورتين بكامل قيمتهم. انا الان بدي اقول انه المبلغ ال 444 ريال اللي انا قابضه بدي انا بدي اعمل اوفست مع الفاتوره هذه ب 200 ريال ومع الفاتوره الثانيه ب 244 ريال. انا الان اصبح عندي الريميننج اماونت زيرو. بعمل اوكي. بعد ما عملت اوكي عندي الان ممكن انا اجي ادخل. اول شيء انا مشان اخلص العمليه هذه لازم اعمل برنت كاش ريسيت اللي هي طباعه سند الاستلام او ايصال الاستلام. بيطبع لي اياه، ردت اطبع وبطبع، وردت اعمل كانسل ما بطبع بعمل كانسل. الحاله برنتد. ايوه الان الحاله صارت عندي على السطر هذا، المفروض تكون صارت برنتد.
بدي اضيف حركه ثانيه، انا اليوم في نفس اليوم ما بدي فورا اقفل الـ عمليا التاثير المحاسبي او القيد المحاسبي لا ينشا بالشيء اللي عملناه نحن. يعني لحد الان ما في اي قيد محاسبي ولا في اي شيء بينزل رصيد العميل. فلما بدي حركه تكون سريعه او مثلا بدي ادخل حركه وبناء عليها بدي اعمل فاتوره للعميل هذا، فلازم اعمل ترحيل. اذا كانت هي عباره عن تحصيلات عاديه من العميل وما مبني عليها فواتير، يعني انا ماني مضطر الان اني افتح حساب العميل، فباجل بعمل صفحه لليوم كله. اول ما بيجيني مثلا حاله بلاقي انه لازم هنا اوقف واعمل ترحيل عشان اطلع فاتوره، بروح على عمليه الترحيل. جيت انا مثلا الان بدي ادخل على محصل ثاني، كمان بدي ادخل دفعه عميل. نحن عم نختار العميلات لانه العميلات طالعين عليه فواتير، ففي عليه شيء جاهز، لذلك عم نختاره نفس العميل. لنفترض انا عندي هذا المبلغ 1500 ريال اخذت من العميل نفسه بمحصل ثاني، عملت سيف. هذه ال 1500 ريال انا ما راح اربطها باي فاتوره، راح اتركها بدون ربط، بس حاملها برنت. لان عمليا انا اذا بدي رحل الان اجاني 1500 ريال، اذا بدي رحل القيد هذا او بدي رحل الحركه لازم يكون عندي كله الستيتس برنت. عملت برنت، عملت كانسل، ما بدي اعمل برنت، بعمل كليك يمين، بعمل ابروف. الابروف هون بيعطينا مثل ما شفنا امبارح، بنرجع ناكد انه بيعطينا رساله بيقول انه انت الدفعات اللي اخذتها ما كلها عملت لها ربط. لو كنت انا رابط الدفعتين كلهم على فواتير كان ما بتجيني الرساله هذه. بما انه انا دخلت دفعه مقدمه، خلينا نقول ممكن تكون دفعه مقدمه من عميل او دفعه على الحساب ما هي متعلقه بفاتوره، فبتجيني الرساله هذه، هي عباره عن رساله تنبيهيه فقط. اذا بدي عدل بعمل كانسل وبعدل، اذا بدي وافق على الموضوع بعمل اوكي، بناء عليه بينشئ لي قيد. بعمل اوكي مره ثانيه. اوكي الان اصبح الستاتس تبع البيمنت هذه ابروفد. ابروفد يعني انعمل قيد وتم ترحيله. مشان نشوف انا القيد اللي انعمل، بقدر بعمل رايت كليك وبجيب القيد اللي انعمل. بيجي عندي هون الحركه اللي ظهرت ثلاث اطراف مدينه من حساب الصندوق بأول فاتوره. إيصال في الصندوق نقدين. نعم. هون الإيصال نفسه عمل لي إياه على سطرين لأنه مقابله فاتورتين. يعني نفس الإيصال عمل لي إياه على سطرين. هذا كله اللي إحنا عملناه، الإيصال اللي عملناه هذا الإيصال اللي عملته، فعمل لك عمل لك من حساب الصندوق ثلاث أسطر إلى حساب واحد، عمل لك اياه مدينون تجاريون اللي هي حساب الزبائن خلينا نسميها، والثاني كمان حساب الزبائن نفسه، والثالث عمل لي اياه ادفانس فروم كاستمر من عملاء محليين، يعني دفعه مقدمه من عميل. ماشي؟ طيب ليه اول بتاع شكله كمان الطباعة؟ يعني لسه تقاريرها ما هي جاهزة كلها 100%، بدها تجهيز. رايت كليك، تعمل رايت كليك من هنا، مفروض نعمل اوبشن يكون في عندك برنت. ممكن يطبعوا من برا، بس هن عادة بيطبعوا من نفس الفاوتشر، فاوتشر انتري انت قصدك؟ ما يجيش من الايقونة اللي على اليمين اللي هي نعم الايقونات الخضراء اللي على اليمين ممكن نطبع منها؟ لا ما في هنا، ما في زر طباعة هنا. ما في زر طباعة، زر الطباعة هو عبارة عن تقريب، تعمل رايت كليك مثل لما عملنا رايت كليك هنا ورأينا انه مو في عندنا برنت. يعني متاح لي حاليا طباعه الريسيت بس. هلا الان هذا جاهز وما جاي مع السيستم تبعه الريسيت. الان لما بنعمل تقرير بالشكل اللي احنا بدنا اياه، او اذا في تقرير موجود اصلا ممكن يتراجع وينعمل رايت كليك بنفس الشاشه تبعت القيد وبينعمل طباعه، بصير ضغط هنا طباعه برنت. الان لنفترض انا عندي الدفعه اللي عملت لها مقابله اللي هي هذه، انا عملت مقابله بالغلط خلينا نقول، او الدفعه هذه ما هي تابعه للعميل. فانا الدفعه هذه استلمتها من العميل، لكن هذه الدفعه هي دفعه ربطتها انا بعميل غلط ورحلت، فبعمل رايت كليك على الدفعه هذه. في عندي هنا حاجه اسمها كانسل ماتشنج، بناء على الكانسل ماتشنج هذه السيستم بيعمل
قيد بيلغي الربط تبع الفاتورة بيرجعها كأنها مش مربوطة وبيعمل بياخذ المبلغ هذا وبيخزنه بحاجة اسمها parked payment اللي هي دفعات مش غير معروفة المصدر. يعني بيعتبرها انه الان ما هي معروفة المصدر، انه انت اليوم اكتشفت انه انت دخلت الدفعة هذه غلط على عميل غلط فبتحطها في محل بارك بعدين بتروح تربطها بالعميل الصح. بس بيعكس الدفعة؟ بيعكس الدفعة من حساب العميل؟ ما بيعكسها ولا بس الفاتورة؟ المقابلة بس هو الدفعة من حساب العميل بيطيرها بيشيلها من حساب العميل بيوديها على حساب دفعات مش معروفة. يعني زي انتوا عندكم في احيانا في البنوك بيجيك دفعات من الحكومة ما معروف من اي حساب من اي حساب ما معروف فبيقول لك دفعات من عملاء. يعني معنى كده الدفعات تشال من كشف حساب العميل كله؟ كشف حساب العميل حتى حتنشال بقيد حتنشال بقيد ايوه العملية ايوه استنبطت هي خصه بس مجرد اختيار الفاتوره اللي كان غلط هترجع تربطها بالفاتوره الصح. يعني لازم ارميها وارجع اربطها ثاني ما ينفعش تعديل في المقابله بس في الربط بس لازم تتلغي من كشف العميل. كيف يعني ما فهمت؟ يعني مثلا انا عندي 500 ريال دي ربطتها بفاتوره غلط والمفروض ما تربطش بالفاتوره مثلا رقم 5 تربط بالفاتوره رقم 6 بتروح بقى اعمل تعديل في المقابله بدون ما اعمل القيد؟ لا العمليه بدها تروح توديها على حساب تلغي الماتشنج اللي عملته ماتشنج ويتعكس العمليه ويتعكس العمليه ترجع تربطها بعمل كشف العميل كده ممكن تظهر فيه عمليات كتير بقى لغيه لو في كشف العميل هو الاصل الان انت ما يظهر فيه الـ يعني الـ يعني الا الفواتير المستحقه على العميل. الان احنا كثير من الموردين لما يبعث لك كشف حساب بيبعث لك كشف حساب الفواتير المستحقه عليك. يعني انا لو طبعت كشف حساب للعميل هيظهر بس في كشفين في كشفين في كشف بيجي تفصيلي تفصيلي وفي كشف الصافي. الصافي بيتبع بناء على اللي انا عملته الماتشنج ايوه الفواتير اللي هي والعالي اللي يظهر فيه كله نعم نعم. اذا ضغطنا اوكي بيعمل القيد اللي هو حنشوفه كمان الان فاليو اس ميسنج. هذه صلاحيات اخ بلال انفاليد تايم انترفال بي بي 10 صلاحيه الكنترول كنترول بي بي بوستنج ماي بوستنج كنترول سي اس بي سي لا لا بوستنج كنترول كود اي سي 5 فور ممكن اذا حبيتوا الان تبداوا تعملوا حركات على الكاش بوكس لحد ما نحن نشوف موضوع الايرور. نعم باسورد كابيتال الحرف الكبير اس اي ابراهيم اس اي ابراهيم R-D-R-A-H-I-N. اس 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 هذا وين؟ بالرياض. اثنين بيركبوا واحد فارما واحد انت؟ لا لا كلهم فارما ستة. البيريود. على اليوزر بتاعك هو مكتوب على اليوزر جروب اتش اي اف اي شيء
ايش اليوزر جروب اللي عندكم؟ بس نشوف السنة. HFIN 15 closed open GL period. شوف الآن. ضبط. بس مجرد تعريف معرف هو اثنين يعني بس هي هذه نحن بالنهاية حنبعث له الصناديق الفعلية اللي موجودة عندنا. بس أهم شيء لما تشتغلوا ما تشتغلوا كلكم على نفس الصندوق عشان لو إنك لو أنت فاتح صفحة على نفس الصندوق هو فاتح صفحة مش هتعرف ترحل إلا لما يكون لما تكون مقفولة. طبعا اف اس اتش اي سي اي سي هنشيل هذه ان شاء الله. غير الجروب لا انت في غير في 15 بس يمكن لما بقدر غير لانه لانه ابروفد اذا عملت نيو ون بجوز اذا عملت نيو ون بيقدر لا اذا هو نفسه غير على هي بتقدر هو نفسه ما بقدر لانه ابروف بس ما بيقدر رحل يعني المشكلة هذا أي برنش على أي برنش وهذا كله بدي يرجع بدي نعمل له تمبلت ويرجع الروبوت هذا ممكن تجيب له برنش على كده المشكلة الثانية على 10 نعم تريك يمين عميل يعني مش مفتوح لي أنا أعمل جود كولو مش أحسن كولو من اللي أنا عايزه هذه بالبرمشن بيضيف لك يا الاستاذ بيلان جرب جرب ترحل هو نفسه هو نفسه ترحل طيب نشوف دير رقم 11 انا كله مشتغل على الستة صبور وين اي هذا هو كانسل ماتشينج اوكي ايه مش هنحاول عملنا كانسل ماتشينج وطلع انه بده يعمل قيد مشان نشوف الكانسل ماتشينج فاوتشر في له قيد سامع هو الفاتوره كانت اوبن اماونت ولا اماونت الفاتوره انت بتاخذ الاوبن اماونت اللي فيها رصيد يعني هذا اللي بيهمك الرصيد ايوه لان, لأن الفاتوره سي دي باختصار 7 سي دي بس الاوبن اماونت هو المبلغ اللي انت هو اللي انت بتعمل له ماتش يعني نفترض انت عندك 5000 والاوبن اماونت من الفاتوره مبلغها 10000 لكن الاوبن اماونت بقيان 1000 فبدك ما بتقدر تعمل غير 1000 لانه هذه الفاتوره مدفوع منها 9 بقيان 1000 فقط فالاوبن اماونت هو الاساس اللي بتطلع عليه الاوبن اماونت نفسها اصل الفاتوره مبلغ الاساسي الاماونت هي اصل الفاتوره نعم جرب
المندوب ولا الكوليكتور؟ الكوليكتور كيف مفتوحة؟ مش موجودة قدام تكون آه كاستم فيلد هذا شو دي يظهر الكاستم فيلد بتروح على ال... عندك بالرايت كليك بروبرتيز في عندك هذه كليك اضغط عليها ما عنديش عشان كليك يمين ما موجود بروبرتيز منهم لا ما مقفول او موجوده فوق طيب في عندك حاجه اسمها انكلود كاستم ايتمز مقفول عليك مقفول عليك ايش دقيقه جرب جرب هنا خلاص أشتغل آخر لا أنا كارف ريفريش أو إنه تبدأ ريستارت ما في صيدليات صيدليات ما في ما انا داخل من ال الاسمان وعندي الاسمان وعندي الصيانه اعمل اوكي بس الصيانه كلهم ماسكهم في الغربيه طيب انت عندك انت اعتبر عندك لا كل ما هو دنتك كل ما هو صيدلاني يلا اوكي مش نازل وقال يلا هعطيك كي اتش خلينا صور وانا شغال صور انت شغال ليه
نبعت اليوزر للفروع حابين يدخلوا يشوفوا كمان. نبعت لهم اليوزر. آخر واحد مو موجود هذا؟ مو موجود هذا الله. بس خلينا هلا نكتب هذول على هذا نصورهم ونبعتهم. اس دي حسن. بيقول يوزر جروب عنده رسالة انه يوزر جروب صلاح اللي هو الثلاثة. ال ان بي شوف ال ان بي اللي هي الكمبيالات ممكن تربط ممكن تقفل من كمبيالات. نهاية ما بيصير لها؟ ولا أي حاجة بتظهر. اللي هو 1.03؟ 1.03. Thank you.
حطاش لك بالجروب تبع الفروع محاسبين الفروع مشان اذا اي ايرور بعدهم بالظبط عدلن اياها ماشي. ديفولت الأسواق رجع بعمل الفرق الأسواق لا ما عندك أساس على مين. لا ما عندك. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. كحسابات. لا ما عندك. ما عندك صلاحية على الأسواق. ك